من هو القائد الألماني رومل؟ القائد الألماني رومل هو إيرفين يوهانس يوغن رومل، المولود بتاريخ 15 من تشرين الثاني لسنة 1891 في منطقة هايدنهاهم الألمانية بالقرب من شتوتغارت. ويعتبر رومل من أمهر القادة في حرب الصحراء، ولذلك أطلق عليه لقب الثعلب الصحراء، ويشار إلى أنه حاز على رتبة مشير خلال الحرب العالمية الثانية في الشمال الإفريقي. ترعرع إيرفين رومل في منطقة هايدنهاهم لعائلة بروتستانتية، والتحق رومل في سنة 1910 إلى فوج المشاة 24 كضابط. وفي سنة 1916 التقى هذا القائد بلوسي وتزوج في دانزينغ البولندية. وفي سنة 1928 رزق بطفلهما مانفريد. عمل رومل أثناء الحرب العالمية الأولى كملازم، وحارب في فرنسا ورومانيا وإيطاليا، وأصيب 3 مرات، ونتيجة لذلك حصل على وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية. في الحرب العالمية الثانية ترقى رومل كقائد قوة حراسة هتلر الشخصية، وشارك في الغزو النازي على بولندا سنة 1939، كما تولى منصب قائد التشكيل السابع لقوات البانزر في سنة 1940، كما شارك في الغزو على فرنسا وبلجيكا. تم تكليف رومل بدعم القوات الإيطالية الموجودة في الشمال الإفريقي سنة 1941، وخلال ذلك حقق هذا القائد أعظم إنجازاته وانتصاراته التي وصل نبأها إلى هتلر في ألمانيا، وهذا ما جعله يرقي رومل إلى رتبة مشير. وطرح رومل سحب الجيش الألماني من الشمال الإفريقي مبررا ذلك بعدم قدرتهم على تحمل صيف صحرائها، ولكن هتلر رفض الطلب وأمره بأن يهاجم الجيش الألماني القاهرة وقناة السويس، وبالفعل قاموا بالهجوم. استمر الجيش الألماني باتجاه الإسكندرية حتى تصدت لهم وأوقفتهم القوات البريطانية على بعد 200 كيلومتر منها. ويشار إلى أن رومل حقق مجموعة من الانتصارات التي كانت سببا في نقص سلاح القوات الألمانية آنذاك، وبالتالي خسر معركة العلمين الثانية في مصر على يد القائد الإنجليزي مونتيغومري بسبب توفر الدعم الجوي له. وكانت معركة مدنين الواقعة في الجنوب التونسي بقيادة رومل هي آخر معاركه وانتصاراته في الشمال الإفريقي، والتي بينت أمجاده العسكرية حينما أحدث انقلاب في الفكر العسكري ومناورات إبداعية أدت إلى هزيمة القوات البريطانية وإجبارها على الانسحاب والتراجع من مدينة طبرق الليبية إلى الجمهورية المصرية. ألقي القبض على رومل بعد عودته إلى ألمانيا بتهمة تآمره على حياة هتلر، وذلك بعد ثبوت تورطه في محاولة اغتيال هتلر في مقر قيادته الكائن في بروسيا الشرقية سنة 1944. وبذلك خيره الزعيم النازي بالانتحار من خلال تناول السم والإعلان عن وفاته بسبب تأثره بجراحه للمحافظة على شرفه العسكري، أو أن يقدم للمحكمة بتهمة الخيانة، ولكنه فضل الخيار الأول وانتحر بتاريخ 14 تشرين الأول سنة 1944 من خلال تناول حبة سيانيد السامة. ودفن رومل بمراسم عسكرية رسمية محتفظا فيها بجميع رتبه وأوسمته وشرفه العسكري.